مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا شباب ويا صبايا. بونسوار. كيفكم؟ خليكم خليكم خليكم. الحمد لله تمام. صح النوم. بونسوار مدام. كيفكم؟ بونسوار مدام. كيفكم؟ الحمد لله تمام. كيفكم اليوم؟ مالك؟ شو؟ مالي؟ عاجي تسير كثير. افتكرتك مرشحة أو شيء. أبدا. افتكرتك كده. محمود. يا الله. أنت بتستاهلها. ميرسي. كلكم تستاهلوها. ميرسي ميرسي. كان برايم حلو. ما راح طول عليكم. هيدي آخر مرة بجي بعطيكم إيفال. طبعاً. لأنه راح نعمل آخر إيفال. الفاينل طبعاً راح تكونوا ثلاثة. شابين وبنت ولا بنتين وشاب؟ ما بنعرف. والله ما بنعرف. بدنا ننطر الإيفال ونشوف. أول شيء هالإيفال بقى نعمله كلنا سوا. يعني بتفوتوا بتقعدوا أربعتكم جوا، صرتوا قليل صرتوا أقل من اللجنة، بتقعدوا معنا مثل كأنه نحن أصحاب مش طلاب وأساتذة. شوفوا شو بدي منكم. بدي أشوف هالشباب وهالصبايا اللي فاتوا من ثلاثة شهور كيف صاروا اليوم. طالما نحن على نهاية السنة رح بتكون الإيفال تبعكم توديع للسنة اللي راحت واستقبال سنة جديدة. شو صار معكم قبل؟ شو غير فيك خاص؟ سلام ويا عم السلام منعرفها. بدنا شي خاص. انتو كيف كنتوا بأول السنة؟ كيف صارت آخر السنة؟ وقت جيتوا لهون شو تغير فيكم؟ شو حابين تقولوا لهالسنة اللي راحت؟ شو حابين تقولوا لهالسنة اللي جاية؟ كيف عم تستقبلوها؟ غنوا لنا. بدنا نشوف وين صار صوتكم، وين صار. ونحن عم نرجع نحضر أول برايم بدنا نتذكر كيف فتوا، كيف كنتوا، وكيف صرتوا بآخر أول إيفال، وكيف صرتوا بآخر إيفال. قبل ما نجي البرنامج أول السنة، يعني أنا عن نفسي أول السنة حاجة ودلوقتي حاجة تاني. إيه أنت السنة كلها 12 شهر. 12 شهر. شو حابب تقول لهالسنة بكم دقيقة؟ شو حابب تغني؟ كيف حابب تستقبل سنتك؟ يعني نحن بدنا نشوف قدامنا، افترض جان أو محمود أو زينب أو سكينة واقفين، بدنا نشوف أنتوا واقفين. نحن لازم نحس إنه محمود اللي إجا بأول إيفال مش هيدا يا محمود. بالوقفة، بالصوت، بالكلمة، قديش الكلمة صار فيها نضج أكتر، قديش الصوت تطور، هي أهم شيء. وقفتكم، شو عم بتقولوا، كيف عم بتغنوا، يعني خلي يكون هيك. ويمكن أنا كمان نشترك معكم يعني بالحكي، مش إنه هو إيفال يعني واحد بده يوقف منكم يخبرنا عن حاله، كيف قدم على يمكن استراك، كيف فات، كيف شو صار، وأهله، حياته، كيف ظاهر، شو صار قبل. يعني نتكلم عن نفسنا بشكل بسيط. طبعا طبعا يعني. كيف كانت السنة؟ كيف أنا اليوم إذا بتجي بتسألني كيف كانت السنة دغري بلاقي فكر كيف بلشت، وبخبركم شو صار عندي نجاحات، شو صار عندي فشل، كيف. ومش ممكن ما أجيب سيرة ستار أكاديمي لأن كانت بحياتي تجربة لإلي أنا. بهالبرنامج كانت شغلة لأول مرة، شغلة جديدة، أكيد تركت فيي شيء مثلي مثلكم. أنا مثلي مثلكم أكيد. أنا مش مثل مثلا ماري ولا خليل ولا من قبل كان عندهم تجارب مع غيرك. أنا كلوديا مثلي مثلكم، يعني بلشنا مع بعضنا كأول مرة. كيف كانت هالتجربة لإلكم؟ شو غيرت بحياتكم؟ وأهم شيء كيف برأيكم رح تكون هالسنة الجديدة؟ شو حابين تعملوا فيها؟ كيف بتشوفوها؟ وين حابين تروحوا؟ هل هالتجربة رح تبقى مطرحة وتخلصت ولا رح تحملوها معكم؟ فيها في كتير ناس تجربة خلصت على فكرة. تخيلوا قديه في ناس مرقوا بهالتسع مواسم اللي مرقوا. كتير. يمكن عملوا شيء تاني، اللي تجوز، اللي اشتغل بالبنك، اللي ما يعني انا اوقات بتلاقى بحدا على الطريق. انا بتتذكريني انا كنت بكون مثلا انا عم ببنك عم بعمل شيء بيشتغل يمكن ببنك. راحت التجربه، كانت تجربه لذيذه بحياته قطعت. هل في ناس صاروا نجوم؟ شو مقررين؟ شو حاسين؟ لان كمان مش على طول القرار بيزبط. صح. اوقات في امنيات وفي قرار ما بيزبط. اوكي؟ ما وفي امنيات ما بتتحقق. بدنا نغني طبعا، وبدنا هيك
خلونا نشوف ناس اكتملت هيك بما معناه قدامنا. يعني أنا بعرف إنه يمكن كل واحد منكم بينه وبين حاله أول ما فات حس إنه أنا بدي أبقى للفاينل، بدي أبقى لمطرح ما أنتم بقيتوا اليوم. بس ما بعرف قد كان عندكم ثقة بهالشيء، قديش كنتوا حاسين إنه إيه رح تصير أو ما رح تصير. أوكي، يعني كل هالشيء شركونا بتفاصيلكم، شو فكرتوا، شو صار معكم. هيدا هي الإيفال يلي بدنا إياه لنهار الأحد. وإذا أنتوا حضرتوا الأغاني أنا بتمنى أني أسمع شيء حلو لذيذ من دون عجقة أو خف أو إيه ولا ومدري شو. يعني صرتوا أقل منا، ما بدها يعني هالقد. بعدين أنتوا عم تحكوا تخبرونا شيء، خلوا بعين الاعتبار الكلمة يكون إلها وزنة. يعني أنتوا عم بتغنوا بعدكم لهلأ بالإيفال، في بعض ناس بفتكر أنت من بيناتهم، نسيت بفتكر أنت. سرعة سرعة سرعة، ليه بتغنوا بسرعة؟ مئة مرة صرنا قايلين، بتحكوا بسرعة، بصير بتكون الصرفة تخلصوا هالجملة. ليه منا مستعجلين؟ كنا نعمل إيفال لـ16، عم نعمل إيفال لـ4، معنا وقتنا. يعني واحد هو عم يحكي بفكر، صح. بيبلع بريقه، بيطلع شي مطرح، بحك راسه، نخاف نبلع برينا عشان ما نغلط. إنه يعني فك، يعني ندفع خد، يعني روقه روقه. هذا إيفال آخر واحد من وراء هالإيفال، في نوميناسيون وآخر نوميناسيون، في اثنين رح يتأكدوا أنه راحوا على الفاينل أكيد، وفي اثنين رح يوقفوا كمان تيشوفوا مين رح يبقى مين رح يفل. أكد لكم من هالثانية، كل الناس اللي عم بتراهن وتظلم الأشخاص المسؤولين بهالبرنامج، كل يوم عم بيصير شيء أكد لهم إنه شيء بيقولوا إيه بدهم رنا لأنه ما بعرف شو. طيب عملنا تصويت، لو رنا أخذت تصويت أكثر كانت اليوم سكينة مش معنا، كانت رنا معنا. ما في شيء، صرت قلت لكم 100 مرة، مأكد أنا اليوم أنا مديرة الأكاديمية ونحن عبعد جمعة من الفاينل، ما بعرف مين منكم رح يظهر وأي ثلاثة رح يبقوا. عم قلكم ما بعرف إذا شابين وبنت أو بنتين وشاب، ما بعرف. بدنا نشوف آخر إيفال، شفنا البرايم عنا عليه، حطينا عليه أول علامات، بدنا نشوف الإيفال كمان، بدنا نقيم الإنسان ككل. مشان هيك أنا حابة أنه أنتوا كلكم تكونوا قاعدين، حتى أنتوا هالقد حابة يكون في شفافية بآخر نوميناسيون، حتى انتو. يعني يمكن انا اذا قلت مدري مين نوميني، طبعا نقول اسم هلا ويقولوا قالت وعارفه وقالت انا نوميني، حتى انتو تعرفوا ليش انا نوميني. يعني هو يعرف، انا بعرف، اذا شفت محمود شفت زينب بعرف انه هني كانوا احسن مني. عرفتوا شو قصدي؟ يعني حابه انا يكون فيها الشفافيه بيننا كلنا، نقعد كلنا مثل جمعه، نعمل اخر اجتماع، نعمل اخر تقييم ونشوف. أنا أكيدة إنه أنتوا الأربعة صرتوا بمطرح عالي، هذا شيء واضح، عم تعملوا برايم عالي، عم تعملوا برايمات بتاخد العقل من الأصوات، من البرفورمانس، من كلكم أربعتكم. بدنا ننقي اثنين يلي رح يتميزوا أقل تيوقفوا بالخطر، وبدي يكونوا الباقيين قاعدين. مش يخطر بباله يعني محمود إنه طب ليه أنا نوميني لأنه هن بدهم يحطوا، لا لا، شوف أنت، شوف أنت حكم معنا. انتوا اصلا كلكم من وجوهكم بعرف انتوا بالبرايم، اذا انت راضيوا عن حالك ولا لا بعرف. انتوا بتعرفوا صح. اوكي، مشان هيك النوميني هالاسبوع رح يكونوا كلنا سوا، رح نحطهم، حتى انتوا رح تعرفوا وتتاكدوا مين رح يكون نوميني. شدوا حالكم، شدوا حالكم، هيدي شغله مش صايره من قبل بستار اكاديمي، حابة أنا أني أعمله حتى واحد يعرف حاله إيه مزبوط. يمكن زينب كانت أحسن مني، كانت مؤثرة أكتر مني، قالت شيء يمكن مدري شو، غنت يا لطيف بهرتنا، إيه سكينة هيك. حضروا، صداقاتكم حلوة كتير بين بعضها، بس نحن بمنافسة، الأقوى رح يبقى للآخر، رح يبقى ثلاثة أكيد، بس بالنهاية رح يبقى واحد،
وراح يكون في كل الباقي حواليه على المسرح اكيد باخر برايم، بس هو راح يكون ياخذ اللقب يلي راح يستحقه. اوكي سكينة، كثير حلو الناس قد ايه بحبوكي، كثير حلو التصويت اللي عطيوكي اياه، بس ما تنامي على حرير، اشتغلي بالعكس اشتغلي انتو، انت ولا مره نوميني ما تنامي على حرير بالعكس كلكم. محمود قلنا لك انه بتجنن، وانت وجان كنتوا بتجننوا بالبرايم كمان، ما له علاقه. اللي بدنا نشوفه بكره هو نتيجه ثلاث اشهر هون. والتغيير بالانسان بصير مش بس انه بيشتغل وبيعمل صوت، لا كمان فيك بس يسمع، كمان في تكديس الاشياء اللي بيسمعها، كيف تعامل وكيف عومل وتعامل بالاكاديمي، يعني شو اخذ منا ونحن شو اخذنا منه، شو سمع، شو صار، يمكن شغله صارت مع طاهر تاثر بجان، يمكن شغله صارت حدا قال له شيء لمحمود بعده لهلا مأثر فيه، يعني هالتجربه بتغيركم من كل النواحي، مش بس بتغير صوتكم وبصير صوتكم احلى وما بتنشزوا بتنشزوا، بالعكس بتغير من كل النواحي. اوكي انا بهمني انه انتم ناس بقيتوا لانه بتستاهلوا انه تبقوا، هيدا شيء كل الناس عم بتقوله، كل الناس عم بتقول انه لحد اليوم ما صار شيء كثير خارج عن الطبيعه، اصلا انتم جيتوا 16 منيح. يعني كان عنا عاده بتبلش اللجنه يعني تلاقي حالها مزروكه باخر سته اخر خمسه، نحن من الاول مزروكين. من اول برايم وقت حطينا منا نوميني كنا مزروكين. ولا مرة يعني كل ما بدنا نقعد بنحكي وبنتفاوض وهذا بقول وهذا، ولما قلت لكم انا باخر ايفال انه كلكم تسميتوا مزبوط، ما عم بتصير معنا انه كل الناس بتقول هيدا لازم يكون نوميني، هذا بشوف هيدا وهذا بشوف هيدا من الاول، يعني عندنا مشكله لانه فعلا كان كل واحد منكم عنده شيء، اكيد في حدا صوته احلى من حدا، بس في حدا حضوره احلى من حدا، في حدا اهضم من حدا، في حدا بيحكي احلى من حدا، في حدا بيمثل، في حدا بغني، في حدا طبيعي. يعني انا اليوم بقي شابين معنا، انا اكيد انه هول الشابين بغنوا بشكل متميز عن الباقيين، اكيد في غيرهم يمكن بيعمل حركه اكثر، في غيرهم بيمثل احلى، بتي بتشوف انه هيداك بالصف احلى، اللي صار بتشوف هذا بيرقص احلى، بس بالنهايه الناس بعدها براسها انه هذا برنامج اصوات، اهم شيء الاصوات وكل شيء ثاني بيتزبط، يعني واحد بصير حريك بس ما بصير صوته حلو يعني. اوكي خلينا نستفيد انكم وصلتوا لهون، ان شاء الله تكونوا فهمتوا شو الايفال بدنا اياه، كل واحد بده يقوم بده يعملنا هيك مسرحيه صغيره بخمس دقائق يخبرنا يحكي، وانا رح ساعد، انا رح اتدخل واسال وساعد، وبدنا نغني شغلة حلوة بهرونا بشي، ما تسرعوا انتو عم تغنوا، غني اللي بدي اياها فينا اللي بدكن اياها، غنوا عم تودعوا سنة عم تستقبلوا سنة اللي بدكن اياها، ويا ريت فينا ما نعمل نومينسيون، ويا ريت فينا اخرق القوانين اكتر واعمل فينال فيكن اربعتكن، بس ما مع اني سألت السؤال وقالوا لي ما فينا قالوا لي ما فينا، زعلت كثير على رنا وقت بس فلت وزعلنا، يعني كل واحد عم بفل عم 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 نزعل عليه كثير، انا بضل اقول معلش بصبر حالي بدي ارجع اشوفهم، بس بالنهايه انه كلنا رح نشتاق لبعضنا، بعد شوي خلصت الاشياء، ما زال السنه وخلصت، وبالنهايه هذا البرنامج صح. كل جمعه في حدا بده يفل حتى نصير اخر شيء ثلاثه عم نعطي احلى ما عنا. اول شيء لنعمل برايم فاينل بليق بالكل، يعني انتو لما امبارح عملتوا برايم حلو مش بس كنتوا عم تحترموا حالكم، كنتوا عم تحترمونا لانه حسستوا الناس انه هول الناس انا وكل الاساتذه ما اجوا ضيعوا وقتهم صح، يعني نحن يعني اعطيتونا قيمه مثل ما اعطيتوا قيمه لحالكم، واذا عملنا فاينل عظيم كمان بكون هيك عم بصير، مين رح ياخذ اللقب اكيد مبروك وبكون بيستاهلوا، بس كلنا بنكون عملنا برايم بليق بهال 16 شاب وصبيه يلي اجوا من كل هالدول يلي قايمه القيامه فيها، ويلي كل يوم العنف متلى الدنيا
وانتم بعدكم مؤمنين بالفن ومؤمنين بالكلمه ومؤمنين بالموسيقى وبالمسرح، وعم بتفتشوا على وجودكم برات العنف. هيدي شغله تحترموا عليها. اول شيء انتم كشباب وكصبايا ما عم بتفكروا بالطريقه الارهابيه العنيفه يلي كثير من شباب وصبايا عم بفكروا فيها غيركم. هيدي اول رساله قدمتوها للناس، واحلى شيء صار بهالبرنامج. اوكي، نحن بنحبكم كثير، ويا ريت فينا نعمل فاينل باربعتكم، بس بالنهايه نحن فخورين فيكم كثير، وانا شخصيا فخوره فيكم كثير، مبسوطه فيكم كثير. كنت خايفه نوصل هيك انه نشتغل مع هالشباب والصبايا ما يطلع لنا شيء قد ما نحن هيك حابين. لا، طلع لنا شيء احلى بكثير باعتراف كل اللي عم يحضروا. انتم لذيذين، واللي فل امبارح او بده يفل بكره هو حدا وصل لمطرح كثير حلو. حضروا لي حالكم جمعه البعدة، ما راح يكون في طبعا ايفال ولا راح يكون في نوميناسيون، راح بتكونوا عم تتحضروا لاخر برايم. اوكي؟ في شيء مضايقكم؟ عايزين شيء؟ بدكم شيء؟ ابدا؟ ينعاد عليكم، اعملوا سهره حلوه. بوعدكم بسهره حلوه. وسهرونا، انا رح اقعد بالبيت لاحضركم. يلا ان شاء الله. اوكي؟ سهرونا سهره مهضومه. اوكي؟ بعد استاذ هادي ما يمشي هنسهركم. بس لو استاذ هادي شراره ادانا كلام حلو كده هنقعد نسهر نعمل سهره حلوه. اليوم؟ لا، قصدي راس السنه. راس السنه. ثلاثة. تكونوا نسيتوه، بدي يقولوا تكونوا نسيتوه. للتلاتة عملوا لنا سهرة مهضومة. أكيد رح نتفرج عليكم، كل الناس رح تتفرج عليكم. نودع السنة معكم، نستقبل سنة حلوة إذا الله راد. أوكي؟ خايفين؟ أكيد. طبعًا. أكيد طبعًا. طبعًا خايفين، بس حلو. حلو إنه وصلتوا لهون. صح. أكيد. عن جد حلو. مرتاحين شوي إنه إيفال منا هالقد فيها تحضير وأفكار. لا، إيفال مش لأنه ما فيها تحضير، إيفال صادقة عفوية، ما فيكم تكذبوا، ما فيكم تكذبوا علينا فيها. قد ايه طولت؟ مش جاهز الكلام، هنقول يعني قد ايه. لا، هي حصل بالضبط. جهز انت، لو بتبين للناس مش مجهز. هي اصعب شيء اللي ببين انه مش مجهز، بس هو بيكون مجهز. يعني ما حدا بيطلع ما معه خبر شو بيقول. بس انا اقصد يعني انا هقولها، يعني اتكلم على اللي حصل. يعني مش انه مش انه تجهز كل كلمه بكلمتها. مش جاهز يعني مثلا اذا انا معطيني هالايفال، انا بفكر انه بحضر انه شو الاهم شيء بدي احكي عنه بهالسنه اللي مرت. شو اهم احداث؟ مش بقعد بتذكر قدام العالم. شو اهم احداث؟ شو صار؟ شو عم بتمنى لبعدين؟ شو الشيء الحلو اللي صار معي هون؟ شو الشيء السيء؟ شو بدي غني؟ اكيد لازم تحضره. اكيد. وإذا التانيين إذا عم بتغنوا شيء في كورال في شغله حلو إنه التانيين يشاركوه. عرفتوا؟ يعني خلي يكون إيفال نحن وياكم هيك مشترك. هي قبلوا لي فيها، هيديك ما قبلوا لي فيها الفاينل أربعة. أوكي.